محمد إبراهيم من الرياض يسأل عن العقيقة ومتى تذبح، وهل يجوز أن توزع على الأهل، وما السنة في توزيعها؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نشكر الله سبحانه وتعالى على تيسير هذا المنبر الرائد النافع لعباد الله في هذه المملكة وخارجها، ألا وهو نور على الدرب، فإنه ولله الحمد نافع جدا. ونشكر الحكومة وفقها الله على تيسير مثل هذا المنبر الذي ينتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ممن يبلغهم صوته. ونحث إخواننا المسلمين على الاستماع إليه لما فيه من الفائدة الكبيرة، فإن الله تعالى قد يفتح فيه أبوابا كثيرة من العلم لسامعه، وربما يحصل عنده أسئلة لولا سماع هذا البرنامج لم تكن منه على بال. أما الجواب على سؤال الأخ عن العقيقة، فالعقيقة سنة مؤكدة ينبغي للقادر عليها أن يقوم بها، وهي مشروعة في حق الأب خاصة، تذبح في اليوم السابع من ولادة الطفل. فإذا ولد في يوم الخميس مثلا فإنها تذبح في يوم الأربعاء، وإذا ولد في يوم الأربعاء تذبح في يوم الثلاثاء. المهم أنها تذبح قبل يوم من اليوم الذي ولد فيه من الأسبوع الثاني. وإنما ذكرت ذلك لئلا يتعب الإنسان في العدد متى يكون السابع، فنقول السابع هو ما قبل يوم ولادته من الأسبوع الثاني. فإذا ولد كما مثلت في الخميس فهي يوم الأربعاء، وإذا ولد يوم الأربعاء فهي يوم الثلاثاء، وهلم جرا. ويكون عن الذكر شاتان متكافئتان، أي متقاربتان في الكبر والسمن والوصف، وعن الجارية الأنثى شات واحدة. وإن اقتصر على شات واحدة في الذكر حصلت بها السنة، لكن الأكمل شاتان. تذبح في اليوم السابع كما قلت، ولا بد أن تكون على وجه مجزئ بأن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهو 6 أشهر للضأن وسنة للمعز، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وهذا عام في كل ما يذبح تقربا إلى الله عز وجل كالعقيقة والهدي والأضحية. ولا بد أن تكون سليمة من العيوب المانعة في الإجزاء، وهي 4 بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال 4، وأشار بيده: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي أي ليس فيها مخ. وما كان مثل هذه العيوب فإنه بمنزلتها، أما كيف تؤكل وتوزع فإنه يؤكل منها ويهدى ويتصدق، وليس هناك قدر لازم اتباعه في ذلك. يأكل ما تيسر ويهدي ما تيسر ويتصدق بما تيسر، وإن شاء جمع عليها أقاربه وأصحابه إما في البلد وإما خارج البلد، ولكن في هذه الحال لا بد أن يعطي الفقير منها شيئا.
ولا حرج أن يطبخها ويوزعها بعد الطبخ، أو يوزعها وهي نية، الأمر في هذا واسع. قلنا أنها تذبح في اليوم السابع، لكن إذا لم يتيسر فإن العلماء يقولون تذبح في اليوم الرابع عشر، فإن لم يتيسر فإنها تذبح في اليوم الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع، هكذا قال أهل العلم، والأمر في هذا واسع. لو أنه مثلا ذبحها في الثامنة وفي العاشر وما أشبه ذلك أجزأ، لكن الأفضل أن يحافظ على اليوم السابع. نعم. لو مضى أكثر من سنة أو سنة فضيلة الشيخ، لو مضى أكثر من سنة فلا حرج. فلا حرج. لا حرج. طيب بارك الله فيكم. أيضا له ربما أيضا نتعرض إلى موضوع التسمية. نعم. التسمية ينبغي للإنسان أن يسمي ولده الذكر أو الأنثى حين ولادته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر أهله بابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم. هذا إذا كان قد هيأ الاسم وأعده قبل ولادة الطفل، أما إذا كان لم يهيئ فإنه يجعله في اليوم السابع تبعا للعقيقة. وينبغي للإنسان أن يحسن أسماء أولاده الذكور والإناث، وأفضل الأسماء وأحبها إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله وعبد الرحمن أفضل ما يسمى به. فإن لم يتيسر فأي اسم من أسماء من الأسماء يضاف إلى الله كعبد الرحيم وعبد الكريم وعبد الوهاب وعبد الرزاق وما أشبهه. ثم الأسماء التي يتعارفها الناس فإنها خير من الأسماء التي لا تعرف، وقد اشتهر عند العامة ما يروونه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأسماء ما حمد وعبد، ولكن هذا لا أصل له ولا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بارك الله فيك.